حيث اختاروا بنغازي وساحة الكيش تحديدا التي أعيد تسميتها بساحة ثورة الكرامة، حيث جمعت هذه الساحة عشرات الآلاف من أبناء ليبيا اتحدوا بصوت واحد وتحت شعار واحد: لا للاحتلال التركي في ليبيا. الحبيبة في كافة ربوع وطننا العزيز الغالي، من ساحة الأبطال، ساحة الجهاد والنضال، من ساحة الشهداء، ساحة الكيش بمدينة بنغازي الخالدة الأبية العصية. إذن هي الصورة ولوحة وطنية كبرى شهدتها مدينة بنغازي، مشهد يعني مهيب عاشته المدينة ساعات تاريخية يوم أمس في قلب مدينة بنغازي. وحدت هذه المظاهرة إرادة الشعب الليبي وخياراته، أصبح الخيار الأول الآن لكل أبناء ليبيا هو طرد الاحتلال التركي من الأرض الليبية. إذن استطاعت هذه المظاهرة أن تظهر صوت الليبيين وإرادته وما يطالب به الشعب الليبي في هذا التوقيت تحديدا. الشعب الليبي وحد صفه وكلمته، ويعني خياره ورسالته أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولي وأمام الجميع. هي رسالة واضحة، رسالة يعني وطنية من أبناء الوطن الليبي في مدينة بنغازي. المظاهرة كيف ما رصدناها من يوم أمس في بث مباشر وتغطية، التحق في هذه المظاهرة الآلاف من أبناء الشعب الليبي من كل المدن أو من جميع المدن الليبية ومن جميع المناطق والقرى والقبائل الليبية. كانت ملحمة ليبية بكامل الصورة شهدتها هذه الساحة، ساحة الكيش التي أعيد تسميتها بساحة ثورة الكرامة. اليوم نريد أن نستطلع آراءكم حول هذه المظاهرة الحاشدة والتي تعد من إحدى المظاهرات التاريخية
التي جمعت جموع الشعب الليبي بصوت واحد وهتاف واحد، لا للاحتلال التركي، لا للميليشيات، نعم للجيش العربي الليبي، نعم للقيادة العامة، نعم لتحرير ليبيا من الدنس والأنجاس ومن العصابة المسيطرة الآن على مقدرات الليبيين في طرابلس. إذن صوت الشعب الليبي كان مدوي يوم أمس في الساحات وفي ميدان ساحة الكيش، وكانت لوحة وطنية جميلة ورائعة ومبهجة. اللوحة الوطنية هذه غير مفاجئة صراحة، اعتدنا من هذا الشعب دائما له وقفاته التاريخية مع جيش بلاده، مع القيادة التاريخية، ومع أبطال القوات المسلحة العربية الليبية، ومع قضية الليبيين. وما يلفت الانتباه صراحة أن الرأي العام الليبي أصبح يستوعب خطورة الاحتلال التركي وخطورة المرحلة الحساسة التي تعيشها ليبيا، فلذلك يتشارك الجميع الآن أهمية المشاركة في هذه الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وهذه اللوحات الوطنية اللي ستبقى راسخة في ذاكرة الليبيين، أن لهذه المدينة، للشعب الليبي، وتوجهوا لمدينة بنغازي كل أبناء الوطن الليبي ممثلون عن كل القبائل الليبية وعن كل الأسر والعائلات والمدن والقرى الليبية، ومن حد الوطن لحده كان هدفهم واحد هو ليبيا وجمع الصف الليبي من جديد نبذا للتقسيم وللمؤامرة على هذا الشعب. إذن أبدأت صلاتكم على الأرقام الظاهرة الآن أسفل الشاشة، تفضلوا بالنقاش على الهواء مباشرة لهذه المساحة الحرة المقدمة من برنامج أراء على قناة ليبيا الحدث، وهذه المساحة المعتادة للنقاش بشكل يومي لكل المستجدات التي تطرأ على المشهد الليبي. واليوم نحن في صدد نقاش المظاهرات الحاشدة، وأيضا جولة المشير الأخيرة على جولة تفتيشية على معسكرات في مدينة بنغازي، وأيضا الاجتماع الهام مع قيادات الجيش الليبي الذي انعقد اليوم. ولكن قبل كل ذلك نبدأ باستقبال اتصالاتكم، والبداية مع محمد من طرابلس. محمد، كيف تابعت وكيف تابع أهل طرابلس هذه المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة بنغازي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. نعم تفضل. طبعا ما كانش حد ما يتوقعش ان بنغازي تطلع والمدن الليبيه تأيد عمليه الجيش وتطهيرها من الغزاة الاتراك. كنا فرحنا به الشيء هذا، الشيء هذا اللي موجود في طرابلس غير متاح الموضوع، وان كنت تتكلم على غزو، ولا كنت تتكلم على مرتزقه سوريين، ولا كنت تتكلم على ضباط اتراك واستخبارات مهيمنين مسيطرين على طرابلس بالكامل ويجتمعوا فيها، وحتى ان يعني العملاء بتاعهم اللي جابوها ماما زي الشويلي وغيره والطويل والسراج مش قادرين حتى يخشوا القاعه اللي فيها اتراك. يعني هذه سيطره وهيمنه واحتلال واضح. انت ضد الجيش هذاك موضوعك، لكن كنت تبيع، توصل بك المرحله انك انت تبيع بلادك وتدخل فيها اتراك وتدخل فيها سوريين وتبدا تدافع عليهم، تبدا يعني على الاقل يعني تجي تشبح لها تلقاها ان الجيش الليبي كل الليبيين نعرفوها، كلهم ليبيين وكلهم اولادنا، كلهم اولاد قبائل معروفه. نعم يعني هذه شيء مش غريبه، يعني جسم طبيعي. تجيني تقول لي لا للحكم العسكري، باهي كويس، لا للحكم العسكري، باهي يعني حكم الاتراك كويس، حكم الغزو كويس، في دوله في العالم تفرح ان في جيش اجنبي يخش لها؟ جيب لي دولة واحدة هيك فرحانة بالكلام هو، جيب لي دولة واحدة في العالم احتفلت ودافعت على محتل. يعني مقارنة الآن، أنت تقارن محمد بين المشهد في مدينة بنغازي وما يحدث الآن من اجتماعات بين قيادة الجيش وبين ضباط الجيش الليبي، كلهم ليبيين وفي على أرض ليبيا بكل سيادة بكل قوة بكل وجود لهذا الجيش الوطني، وبين ما يحدث في طرابلس حيث طرد أو طردت ما تسمى بقيادات جيش الوفاق أو الميليشيات الوفاق
اللي ادعوا بانهم جيش ليبي وفي الاخر اصبحوا عباره عن يعني من فتحوا الابواب للاحتلال الرسمي، وتم اهانتهم حتى من المحتل بطردهم حتى من قاعات الاجتماعات التي حدثت مؤخرا عند زياره وزير الدفاع التركي. المشهد مفارق والمعادله يعني كبيره بين الجهتين، بين جيش وطني يجتمع بقياداته وقيادات ما يسمى بالوفاق مطرودة خارج قاعات اجتماعات الأتراك في طرابلس. يا أخوي أحمد، نعم، الناس هذا تو سمعت الراج وميليشياتهم والناس اللي تدعم فيه شيء، هو هذا ناس فاقدين يعني فاقدين حتى إرادتهم، فاقدين قرارهم، قرار يجي من أنقرة. الحكم لا طال للمرتزقة السوريين، حتى الليبيين يخافوا يطلعوا حد من حوشهم، فهمتني؟ وانت شفت الفيديو، واكيد الليبيين كلهم شافوه الفيديو اللي يقتل اي انسان عنده قلب. واحد يستاذ انه يخش في دار نومه، اهانه ما بعد اهانه، ما عرفت كيف الناس قاعدين ساكتين في طرابلس، كيف ما تطلع على خاطر بين ما تطلعش على خاطر وطنك يعني. تطلع على خاطر حاجه تافهه تضيق بي، هم يبزنزوا بيك، يجيبوا لك المولدات التركيه ويجيبوا لك الشركات التركيه، وهم مسكرين عليك الكهرباء. هم المنطقه الشرقيه ما نسمعوش فيهم انهم هم يتكلموا زينا احنا بال 20 بال 24 ساعه ما عندهمش ضي، ما نسمعوش فيه الكلام. انت شويه تبنى غادي يعني، ما لمعت شيء يعني، ما دبيت طرابلس تكون احسن مدينه في العالم مش في ليبيا، لكن هذا الوضع غير صحيح. فهمتني؟ يعني الوضع غير صحيح يعني، يشبح في مستشفيات تبنى، يشبح في كذا، حتى امس الحراك اللي صار هو حراك شعبي، ناس طلعت ناس مدنيين يعني. هذا الشيء يرفع الراس، ناس تعبر عن رايها تتكلم، وين يقول لك الحريه؟ ما فيش، ويقول لك افلام وقصه غير، والمظاهره كلها عالم الاستقلال ونشبح فيها قدام عيوننا يعني. وين الجيوش اللي يحكوا عليهم اللي واقفين مع الناس مع الجيش؟ وين؟ ما فيش، كلهم ليبيين بعضهم يعني. ايضا الشيء المستغرب محمد يعني، ان عندما اتجه الجيش لتحرير طرابلس والمنطقه الغربيه بالكامل قالوا بان هذا عدوان، وفي ذات التوقيت استقبلوا وفتحت الابواب وفرشوا البساط الاحمر امام الجيش التركي، امام الاحتلال التركي والمرتزقه السوريين من المجموعة كبيرة بالآلاف من الإرهابيين. يعني كيف تعلق على هذه المفارقة؟ يعني من ناحية يقولوا لا للعسكر، لا للجيش الليبي، هذا بيدمر طرابلس، هذا عدوان على طرابلس، ومن ناحية أخرى أعطوا التحية العسكرية لمحتل وفرشوا البساط الأحمر للمحتل، والمحتل طردهم أصلا حتى من قاعات الاجتماعات ومن غرفة العمليات في طرابلس، وأيضا غرفة العمليات اتضح بأنها في قاعدة معتيقة اللي تحججوا وقالوا بأن الجيش يقصف مطار مدني، بينما اتضحت الرؤية الآن للجميع أن مطار معتيقة هذا عبارة عن يعني صبغة لقاعدة استعمارية يتحكم فيها الأتراك. يا اخوي احمد، العدوان مش ان الجيش بيخش بيحرر باقي البلاد، وكنا عارفين ان في ميليشيات وفي ارهابيين، هذا اسمه تحرير وهذا اسمه انقاذ للوطن، فهمتني؟ ما فيش حد يختلف فيه الاثنين يعني. اهل طرابلس كلهم عارفين ان في ميليشيات وقبائل مسيطره وعصابات وارهابيين، وكنا نشوف في الكلام هو وصوت وصوره، هذا مش مخفي في العالم، فهمتني؟ وانا ما نقولش في كلام ولا معلومات سريه، هذا نشوف فيه قدام عيوننا، حتى هم فرحانين وتلقى الناس مطلوبين دوليا يحاربوا معاهم ومرتزقه وتتضيع. العدوان لما تشيب في اتراك، العدوان لما تجيب لي سوريين، العدوان لما تمشي تدير اتفاقيات على حساب الليبيين، ولما تتنازل على يعني املاكنا وسياده الشعب الليبي، هذا هو العدوان. العدوان انك انت تجيب لي ميليشيات وتجيب لي جماعه اعتمادات وتجيب لي جماعه يخنبوا رزقنا وتحاربونا بخطبتنا وتحليبنا وضينا وميتنا، هذا هو العدوان. ما فيش عدوان اكثر من هيك. نعم. ما فيش. طرابلس ما تقدرش تتحرك انت من بعد العصر، خلاص جبت خبزتك اوكي، ما جبتش خبزتك قعمت جوع موتهم كامل، لكن تطلع تنهان. يوصلهم لدرجة أنهم هم ينفذوا الحياش الناس واعتقالات في الليل، وما توقفوش الاعتقالات، واللي يرد فيه حتى نيابة ولا قضاء تقدر تدفع، ما فيش خلاص، اللي شدوه جهة مجهولة
ومصيره الله اعلم. يبوا فلوس حتى يبوا فلوس ومرات يطلعوا لك شو يعني. هذه هي العدوان يعني. مش محش العدوان هذا هو العدوان. لكن اما الجيش ينظم المنطقه الشرقيه كلها ويحارب في الارهاب يعني 24 ساعه يقول لك انا نحارب في الارهاب والعصابات. وعطاهم فرصه اكثر من مره ان هم يفككوا ميليشيات اللي توا فرضت عليهم امريكا ان هم يفككوا ميليشياتهم في السيف ورغم عنهم. هذا كان مطلب. ما كانش مطلب الجيش بس، هو مطلب للشعب الليبي قبل ما يكون مطلب للجيش يعني. من صح ينبوا شرطه وجيش وما نبوش ميليشيات، لان صحيح الميليشيات مش حتخدم الوطن. عندها اجنده خاصه تخدم لرئيس عصابتها وتخدم لقابلتها، لكن احنا نبوا نعيشوا محترمين زينا زي باقي الناس. نعم. علاش العالم كله فكر علينا؟ لان هم اللي شدوا الجوازات وشدوا الدوله ومؤسساتها، خلونا في يعني خلونا في منظر مش حلو حتى قدام العالم. ان ليبيا اصلا مسيطرين عليها ميليشيات. طيب في عجاله حتى استقبل متصلين اخرين. محمد، انتم كيف شاهدتوا لوحه بنغازي الشعبيه يوم امس، المظاهره الحاشده؟ واعتقد ان احنا ما زلنا في مفاجاه اخرى بتخريج دفعات جديده من الكليه العسكريه. يعني هذه المشاهد مشاهد الدوله، كيف تتابعوها انتم اهل طرابلس والخروج العفوي يوم امس وظهور واضح لمؤسسات الدوله؟ والله طبعا احنا فرحنا لما شفنا الناس طلعت وشفنا زحمه. هذه مش غريبه على الناس ان هي تطلع، لان هذا موضوع خلاص حساس، ولا موضوع بلاد يعني. بلاد انبعت لغزو يعني، ما عادش مشكله ميليشيات بس يعني. مشكله اكبر من هيك واكبر من يعني تنظيم ارهابي ضخم كبير، دوله تدعم فيه. ولايه طرابلس، ما ولايه طرابلس حيسمعوا الكلام اول، لانه هم جابوهم الناس امام النصره والميليشيات اللي مش مضبوطه ودخلوا الفايروس لمصراتها وطرابلس. طبعا لما نشوفوا في بنغازي نشوفوا ناس طلعت ونشوفوا في مظاهرات ونشوفوا في اعلام ونشوفوا في مؤسسات، حتى كانوا ركزوا على الاجهزه اللي كانت تخدم الاسعاف والنظام. حاجه تفرح بصراحه يعني، فيش حد يعني يقول لك شكي، حاجه تفرح حلبة نظام وترتيب وناس تتكلم، حتى تتكلم ما تتهجمش على حد، تتكلم عن حق ليبيا بالاستقلال يعني. من حق احنا نكون شعب محترم، عندنا استقلاليتنا وعندنا سيادتنا ويكون عندنا جيشنا وشرطتنا زينا زي باقي الشعوب يعني. فهمتني؟ مش معقوله نقعدوا عمرنا كله يكمل في الميليشيات وتضيع هارب. مش معقوله نبدو الحليب مش قادرين عليه، الخبزه مش قادرين عليها، مش معقوله يتاجروا بينا للدرجه هي ويجي يقول لك عدوان الجيش. اما عدوان الجيش، الجيش نوع اللي هو شو العدوان اللي داره؟ هو جاي بيحرر البلاد يعني، هو جاي انه هو يبي يفرض القانون زي ما فرضه في المناطق الثانيه يعني. انت تجي تشبح، ما فيش مقارنه بين طرابلس وبنغازي. خلص هذه واضحه، لا تسمع بنيابه عسكريه ولا تسمع بنيابه عاديه، جنايات، قضاء، لا عمرك تسمع مركز سلطه قبض، لا تسمع شيء. حتى كيف يطلعوا فيهم، يطلعوا فيهم بدعايه يعني لا حرس بلدي، ما فيش اجهزه، احنا ما نشوفوش ولا حاجه يعني. رابط او مسجد، نعم، انت ما تشبحش الا مشهد واحد. طيب سياره ميليشيات ماشيه، سياره ميليشيات جايه، وتبدا تسمع في الاخبار هذاك اللي قتلوه في محله، هذاك نزلوهم، هذوك اخذوهم، السوريين طلعوا هيك. الدنيا فكر في الظلام، أمامه في كل مكان، هو ما فيش مجال واحد ينجح فيه. لا مية قادر عليها، ولا نظافة قادر عليها، ولا جيش وشرطة قادر عليها، ولا أمن ولا أمان ولا أي حاجة، ولا رزق ولا فلوس ولا أي شيء. من أول ما حط رجله في البلاد محين، والله العظيم ما شفنا منه خير الدراجة. لا والله العظيم ما شفنا منه خير. ولا ركبت الدنيا كلها ركبت علينا، قاعد يتاجروا بيها، قاعد يتاجروا فينا ويتاجروا برزقنا وتوا خلاص في مصيرنا توا يعني. ليبيا اللي هي كانت دوله مستقله ودوله ذات سياده، اليوم لا تشبح فيها انت كيف يعني. اتراك قاعدين وفي قاعه ومفكرين عليهم وياخذوا في قرارات مصيريه على الليبيين، وهم قاعدين برا يحرسوا فيهم. والله اعلم ممكن حتى ما يحرسوش فيهم، يقدرش حتى يحرسوهم. وزي ما تشوف انت يجيك يقول لك والله يا الجيش ضربهم معتيقه معتيقه، مطار مدني، طلعت غرف عمليات وطلعت يمات سود وكذا، ويعني كل شيء واضح. ولا هي تبي قلوب ليبيا، تبي قلوب حيه. وحتى طرابلس لازم تنتفض، لازم تتحرك، لازم يعني انت تعيش في الذل، لو انت ميت كل شرف لك. طيب شكرا محمد من طرابلس، مداخله صراحه صوت مهم لهذه المدينة العزيزة طرابلس.
مدينة وعاصمة للليبيين، ولا تفريط في هذه المدينة صراحة، ولا تفريط في أي شبر من هذا الوطن العزيز. مهما تصدرت الصورة وحاول الإخوان أن يقول بأن هذا هو صوت نصراتة، هذا هو صوت طرابلس، أنه هو معاهم مع تنظيم الإخوان ضد الجيش، لا تصدقوا أعلامهم المفبرك، وحتى جيشهم الإلكتروني الذباب الإلكتروني لا تصدقوا كل ما يتصدر من صفحات الإخوان، كلها محاولات للتشويش على الرأي العام ولوضع أطر معينة أو قوالب معينة مجهزة كصبغة على هذه المدن العزيزة. الوطنيين في كل مكان، الخونة في كل مكان، حتى في قلب بنغازي كانوا عندنا خونة، في درنا كانوا في خونة، في الشرق الليبي خونة، عملاء كانوا موجودين في كل مكان في ليبيا، استطعنا التخلص منهم بالقانون وبالميدان. بالميدان كل من يحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة، بالقانون قامت الدولة الآن، عندنا نيابات، عندنا قضاء مدني وقضاء للدولة وقضاء عسكري قادر أنه ينصف حق الجميع. هذه هي دولة القانون والمؤسسات اللي نبحث عنها، والآن أصبحت معاش. صحيح حدثت أخطاء، صحيح حدثت يعني خروقات، لأنك لما تجمع صف دولة من جديد بعد انتشار السلاح وانتشار الفوضى والإرهاب والتطرف والجريمة والميليشيات، وأصبح كل شيء كل مكان فيه تفجيرات وإرهاب وقتل وغيره، مش في يوم وليلة أنك أنت تجمع صورة معاكسة أو تغير الواقع في 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 لحظات معينة. كلها يحتاج الصبر، يحتاج الوقت، يحتاج تقويم، وكما قال القائد العام الطريق طويل يسقط فيه الخونة والعملاء. لذلك مسألة الدولة هذه أو فكرة تأسيس الدولة تحتاج لجهود جبارة، وتحتاج لصبر، وتحتاج لوعي مجتمعي، وتحتاج لثقة متجددة في القيادات، في القيادة العامة، في كل رجالات الدولة، حتى يبنى هذا الوطن بإذن الله تعالى. الآن الصورة متصدرة، صورتين، الليبيين الآن يشاهدوا صورة من شرق البلاد، من جهة كاملة ويسيطر عليها الجيش الليبي، وصورة مغايرة تماما أو معاكسة تماما لما يحدث الآن في المنطقة الغربية للأسف تحت هيمنة الاحتلال التركي. عبد السلام أهلا بك، تفضل، إليك التعليق. مساء الخير أستاذ أحمد، مساء التحدي، مساء الشموخ ومساء النصر. أهلا بك عبد السلام. نعم تفضل. لوحة بالأمس أو الأمس يرسمها كل ليبي حر شريف، مساحة الكرامة، مساحة الشهداء. نعم. من جميع ربوع ليبيا، من مطراء تل أبية، من سرت التحدي، من ترهونة، من ورفلة، من جميع مناطق الغرب، أمس متواجدين في ساحة الكرامة، ساحة الكيش. نعم. كل ليبي حر، مطراته ما ينحسبش عليها أفراد من مطراته ونعمم عليه مطراته، أو نحن ترهونا عندنا خونة حاليا. أمس كل شيء، كل ليبي حر شريف يا أستاذ أحمد، مثل ليبيا لحمة، شعور غير 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 هادي. والله نحن موجودين في بنغازي حسينا أرواحنا في ترهونة أو في سلت أو في مصراتة، احنا ليبيين، احنا ناس بدو قلوبنا واسعة، نتحملوا نشيلوا. هذا وطن يا أستاذ أحمد لو ضاع وين نمشوا؟ تحية للقيادة العامة، تحية لمصر العروبة. الله أكبر، الله أكبر، احنا منتصرين يا أستاذ أحمد، احنا منتصرين. شعور غير عادي، يعني جميع مناطق ليبيا أمس موجودة، من العبيدات، من العواصير، من جميع مناطق ليبيا، من مطراتها نفسها، من بنوليد، من ترهونة، من الجنوب، الجنوب العزيز الغالي. تحية لكم يا فرسان الجنوب، أثبتوا وجودكم وأثبتوا وطنيتكم في كل منطقة في ليبيا. أمس متواجدة في ساحة الكرامة جمعها رجل واحد، كلمة واحدة، المشير، وتحت جميع القيادة، من عممت على القيادة دي، جميع القيادة تحية لي. عندنا أبناء شرفاء حاولوا أمس أنهم يرسموا لوحة تمثل كل ليبي حر شريف من جميع المناطق. نعم. طيب شكرا، شكرا لك عبد السلام. شكرا عبد السلام. لعفاف الآن من ترهونة، أهلا بك عفاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا عفاف. ربي ينصر الجيش. نعم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. فلسطين مع عفاف، تفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ربي ينصر الجيش ويحفظ المشير. نعم. سرسلي عفاف فلسطين مع. رأيك في مظاهرة يوم أمس عفاف، كيف تابعتي الحراك الشعبي ضد الاحتلال التركي؟ يا الله تبارك الله، إن شاء الله هذا شوفوا المنظر في طرابلس وتفون عن قريب إن شاء الله يا ربي. نعم يا رب. أيوة نعم. طيب شكرا عفاف من ترهونة. إلى وردة الآن من بنينة. وردة، مشهد عظيم، نضال الشعب الليبي مازال مستمر يعني بشكل متزايد، والثقة في القيادة في هذا الجيش في تخليصهم من الإرهاب من التطرف من الاحتلال مازال يعني وكأنه وقود لثورة مستمرة لهذا الشعب مع جيش البلاد. نعم تفضل. مرحبا يا حميدة. مرحبتين، أهلا بيك. الله يسلمك ونجيك. أول شيء هذه يعني هذه ثورة شعب، هذا الشعب، هذا النضال، هذه الحرية، هذا الاختيار الصح، هذا الاختيار الإسلامي. نحن ما ناش كفار، ولنا مرتدين، ولنا سراقة حشان الناس اللي تسمح فيها. نحن ناس نبو وطننا. نحن ضحينا بعيننا عشان وطننا. هذوم الليبيين الأحرار اللي طالعين، هذوم الليبيين اللي عندهم غيرية، اللي عندهم وطنية، اللي عندهم مسؤولية، مش كاسين ويخشوا عليهم في حسانهم، يرجوهم لين يخشوا علينا في حسان، ياخذونا من بين ايديهم. هذا الحق الصح، هذا الحق اللي ليبيا العالم كله الأنظار عليها، العالم كله الأنظار عليها. اقسم لك بالله في طرابلس خاطرهم يطلعوا نفسنا نحن، لكن ما هم قادرين، مش قادرين من قوة الخوف. قاعدين يا مسكين الأتراك والسوريين يتدهوروا في طرابلس، والله العظيم الله يتدهوروا في طرابلس ويخشوا عليهم في حشانهم. واقسم لك بالله قاطعين عليهم الضيبش، يرغموهم ويجبروهم على محبة أردوغان والحشاك وحشان المتصمتين والكلب فيز السراك اللي جابلنا الأتراك. تمني من اللي هون عليه ليبيا يأذيها؟ تمني بيأذي ليبيا يا ناس؟ حرام عليكم. تمني اللي تهوي هون عليه يعني نحق عسكري ولا نحق إرهابي؟ أنت شوف المشهد اللي يديروا فيه هذه. أقسم لك بالله هذا اللي كان سيبنا جيش حيجينا صح، حيمسكونا ويأخذونا من بين رجالتنا ومن بين عيالنا صح، حيخشوا علينا ويسخسخونا. لازم ما يطلع ليبيا كلها، لازم ما تطلع ليبيا كلها، لازم ما تطلع ليبيا رجالتنا صبياها، لازم ما يبدوا الرسالة متاعهم ويصفوا في جنب الجيش. وربي يحفظ المشير ويحفظ الجيش ويحفظ كل ليبي عنده غيرية وعنده وطنية. ربي يحفظه وينجيه، يا ربي عليه، ويا ربي نجيه واحفظه ورعاه واحميه. الرجل الطيب، الرجل الحنون اللي عنده غيرية على الوطن. نحب أي الرجل أي شاب، أي المرأة، أي واحد عنده غيرية عليها الوطن. الناس اللي ما عندهاش إحساس هي اللي بايع الوطن. الناس اللي عندها حاجات فساد وعندها فساد حتى في حيشانها هي اللي تودر في ليبيا عشان عندها وسمة عار قديمة فيها. من جابهم الأتراك؟ من جابهم اللي فيز السراج؟ لأن مهلا هضومة وباشا آغا. نحن عندنا عائلة اسمها باشا آغا، باشا آغا أتراك هضومة يا آقي. شنو الكلام هذي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. إن كان أذو ليبيا والله أذو جيشنا وحتى الصبايا يكون في علمه، كان موت رجالتنا صبايا ومسونا الأتراك معفنين والسوريين الكلاب حشات مغير يحرروا وطنهم من تركيا. هم اللي جايين لوطننا، اللي قاعدين زوايح في العالم كله، وين قاعدين هم؟ شكرا يا أحمد. طيب شكرا، مع احترامنا طبعا للشعب السوري اللي هو شعب شقيق، و يعني الشعب السوري نفسه يعاني من هؤلاء المرتزقة اللي حولهم، اللي كانوا على أساس ثوار حولهم أردوغان لمرتزقة يشتغل بهم يحرك بهم أو يحرك فيهم من دولة لأخرى. هذه الفيديوهات المتصدرة للمشهد اليوم، مكالمات بين السوريين عن لتحويل الأموال
الحديث عن أردوغان أنه حول أو نقل شحن مرتزقة سوريين إلى اليمن وطبعا إلى ليبيا، يعني أصبح هؤلاء المرتزقة إلى العراق وغيره، أصبح شوف كيف حول على أساس كانوا ثوار ويبوا دولة ويبوا الحرية ويبوا الديمقراطية، أصبحوا مرتزقة للدولار. شفتوا كيف تحول، كيف حولهم أردوغان. هذا هو المشروع الأردوغاني في المنطقة العربية بالكامل، تفتيت الشعوب وتحويل شباب الأمة إلى عبارة عن مرتزقة، جيوش من المرتزقة. عادي جدا يشكلهم أردوغان ويقدر يحرك فيهم من دولة لأخرى، يجتاح بهم حتى أفريقيا وأوروبا. الإرهاب يعني جيوش من المرتزقة الإرهابيين. ومن يمهد ومن يمول كل هالمشروع؟ الدوحة، قطر، وخزانة الشعب اللي في طرابلس. مرتزقة يعني إرهابيين نقلوهم بالطائرات وفي جيوبهم دولارات بالتكييف. أيام التسعينات نهاية التسعينات كان صورة الإرهابي متصدرة للإعلام، أنه هو يصوروا فيه دائما، وهذه صورته الحقيقية، سواء كان في أفغانستان، جبال أفغانستان، تورابورا وغيره، ولا في مالي، ولا في دائما صورته دائما يجيبوا فيه في حالة تشرد. الإرهابي كان في حالة تشرد ويطلع من المسالك الوعرة بين الوديان والجبال والغابات والصحاري وغيره، حتى يهرب من الجيوش المنطقة ومن المؤسسات الأمنية في الدول. وقتها كانت قائمة بالكامل، منظومة أمنية متكاملة في كامل الوطن العربي. فكان صعب جدا أنك أنت يعني المرتزق أو الإرهابي أنه ينتقل من دولة لأخرى، يأخذ فترة طويلة وتفكير ومخطط وخرائط وكيفية التنقل بعيدا عن أجهزة الدول. الآن أصبح المرتزق، أصبح الإرهابي يتنقل بالطائرات، أصبح الإرهابي يتنقل وعندها الدولار، أصبح الإرهابي ينتقل من دولة لأخرى ومسكنة في فلل وبيوت ومنازل الليبيين والعراقيين وفي كل مكان. يعني تحول المشهد لهذه الصورة. من سببها؟ من وراء هذا المشهد؟ من حول الإرهابي من صورة الإرهابي المشرد إلى صورة الإرهابي اللي يتنقل على أعلى المستويات ويأخذ ويتقاضى المرتب بالدولار، بألاف الدولارات، تحت مسمى مرتزق. هو إرهابي أساسا وأصبح مرتزق، مرتزق وإرهابي في ذات التوقيت، يحركه أردوغان في كل مكان. سببه نظام قطر. قطر هي من تريد تفخيخ الوطن العربي بالكامل بآلاف من المرتزقة الإرهابيين ونقلهم من دولة لأخرى لتدمير الشعوب، تدمير منظومة الأمن القومي في الوطن العربي بالكامل. هؤلاء الألوف اللي نقلهم إلى ليبيا ينتقلوا يتسللوا للجزائر، يدخلوا على تونس، يلتحموا مع الإرهابيين التوانسة من أنصار الشريعة وغيره اللي قاعدين في الجبال وقاعدين مش عارف وين، ينتقلوا للدول المجاورة، ينتقلوا لكل الدول، لمصر، لغيره. فالخطر الآن خطر كبير جدا. هذا الإرهاب ممول بمليارات. قطر تضخ، وأيضا تنظيم الإخوان في طرابلس يضخوا على هذه المنظومة من الإرهابيين بالمليارات بسخاء، حتى يزرعوا الإرهاب وتطر في كل مكان. ودائما من يدمر شعوب، من يدمر الجيوش، من يسعى لتدمير الأمم، من يسعى لتدمير الدول، هو تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان يسعى دائما لتدمير الدول العربية دولة بعد دولة، خدمة للسلطان المعتوه. هذه هي الحقيقة الواضحة، لابد أن احنا نذكر بها الرأي العام الليبي والمشاهد العربي عبر هذه الشاشة وعبر هذه المساحة. اليوم نحن في مرحلة تحدي لهذا مشروع وطن، مشروع جيوش وأمن قومي عربي تجاه هذا الطوفان من الإرهابيين والتكفيرين اللي يريدون أن يكون الوطن العربي من حد لحد ساحة من الدم ومن الدمار ومن الظلام ومن عمليات التفجيرات والقتل والاغتيالات وانعدام مؤسسات الدولة والفوضى والجوع والمرض وكل هذه المسميات المدمرة لكينونة أو وجود الشعوب.
يسعوا لتدمير الشعوب. ليش استهدفوا بنغازي من الأول؟ لما أول عملياتهم الاغتيال كانت في مدينة بنغازي، ليش بنغازي؟ وليش كان النصيب الأكبر من العمليات التنظيمية في بنغازي؟ لأن هذه المدينة كانت هي المنغص الأول والقاعدة المهمة للمشروع الوطني للجيش الليبي، فكان يريد تنظيم الإخوان التخلص من هذه المدينة عن طريق من؟ قتل الإعلاميين فيها، قتل المفكرين، قتل أصحاب الرأي، قتل أبناء المؤسسات سواء الشرطة أو الجيش أو المؤسسات الأمنية، اغتيال كل صوت يطالب بالدولة الحقيقية أو دولة المؤسسات دولة الجيش. وإلى هذا التوقيت فتاوي التكفير ما زالت مستمرة من أبواقهم ومن مشايخ التكفير على رأسهم الصادق الغرياني. هم يريدون تكفير هذا المشروع بالكامل حتى يكونوا هم بمشروعهم الظلامي مد لظلام وإرهاب المنطقة بالكامل. إلى زايد من بنغازي، أهلا بيك زايد. يعني المشهد ما إيه شهدناه يوم أمس ومظاهرات عارمة شهدتها ساحة الكيش، أبرز ما رصدته كمواطن وهل شاركت أولا في هذه المظاهرة وكيف تابعتها؟ نعم أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء النور. لا شاركت أمس حقيقة ومن دعم الحقيقة. نعم تفضل. عديت أمس حقيقة بدون أي رياء ولا بدون أي نفاق. نظام في الجهة الأمنية، نظام من كل شيء متعقيم. نعم. دخول الشباب طريقة منظمة، طريقة سلسة مرنة جميلة. نحن أستاذ أحمد شاركنا بدون أي توجيهات، نحن مشينا برواحنا. نعم مشينا برواحنا. شن شعورك كمواطن وانت تشوف ان ذابت كل نحن عدينا برواحنا للساحة التركيز، عدينا شاركنا برواحنا، كل الجماهير اللي قدامك تشوفيهم الجم الكبير الهائل الله يروا عدة تلقائيا لساحة الكيش باش يشارك. يقول للمستعمر الأردواني الفاشل احنا نعم بالمصاد. نعم. النقطة الثانية أستاذ أحمد لموضحها لك وللأخوة المستمعين. نعم. الضباط اللي استقبلوا الاستعمار التركي في طرابلس هم مش ضباط على فكرة. نعم. هم مش ضباط، هم يحملوا مرسوم ضابط ولكن هو أصلا ما هوش ضابط. ما يحمل أي صفة نعم. هم مياء أشكال بس، لكن كضابط يحمل صفة عسكرية ولا عقيد حقيقي ولا لواء ولا مقدم ولا كذا، لا ما فيش منها شيء. هم مش ضباط، هم مياء يحرك فيهم هذا إلههم، هذا أرضواني الله. نعم. واللي يحرك فيهم بالقلم يا أستاذ أحمد. نعم. بالإشارة هيك بيده بسبعة صغير. نعم. يحرك فيهم. هذه حقيقة. نعم. وليش ما يطلع عرب طرابلس؟ نعم. عرب طرابلس ليش ما يطلعوا؟ ما طلعنا في بنغازي وتم اغتيالنا. نعم. المرتزقة والإرهابيين الوجود. طيب شكرا لك زايد من بنغازي. مشاهدينا ما زالت الحلقة مستمرة معكم لساعة إضافية ستكون للحديث عن الردود الأفعال المحلية والدولية عن التظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة بنغازي في ساحة الكيش يوم أمس، ولكن بعد هذا الفاصل.